الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وساوي علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 38 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس أمور دينهم وينظم لهم دنياهم، أما ما يكتسب في الدنيا بالتجربة فعليك أن تجرب وتعيش على وفق نتائج تجاربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلم الناس كيف يجربون أمور حياتهم وكيف يطبخون طعامهم وكيف يزرعون زرعهم وكيف يصنعون صناعتهم وكيف ينجرون نجارتهم وهكذا، لم يأتي النبي من أجل ذلك، ولكن جاء النبي لينظم لهم أمور حياتهم وليعلمهم ما أراده الله منهم من عبادته سبحانه وتعالى. فلا تسأل النبي في أمور الدنيا، فلا يأتي نجار مثلا يسأل النبي أضع هذه المفصلة في هذا المكان أم أضع في هذا المكان، ما قول الشرع في هذا، هذا لا يليق، هذا لا يصح، هذه صناعات تكتسبها أنت بالخبرة. فالنبي لم يأتي ليعلم الناس كيف يخيطون ثيابهم أو كيف يصنعون بيوتهم وكيف يبنونها وكيف يصنعون أثاث بيتهم ومتى يسقون زرعهم ومتى يقطعون ثمارهم، لم يأتي النبي من أجل هذه الأمور. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل في مثل هذه الأمور، فإن سئل في هذه الأمور تأتي العقوبة على طول، زي ما سألوا نؤبر ولا من أبرش النخل، طب ما أنتوا طول عمركم متورثين تأبير النخل، طول عمركم منذ أجدادكم جايين الوقت تسألنا بنقبر ولا منقبرش. أم النبي أراد أن يعاقبهم الله على لسان النبي فقال أبروا أو لا تؤبروا فالله يفعل ما يشاء، كلام حقيقي، فتركوا التأبير، واضح، فحرموا الثمار. فالنبي قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، لا تسألوني في هذا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. هل النبي كان لا يعلم أن التأبير شيء من أسباب صلاح ثمر النخل؟ يعلمه لأنه نشأ في هذه البيئة، ولكن أراد أن يعلمهم، أراد أن يعلمهم لا تسألوني في صناعاتكم ولا كيفية زراعتكم لأني لم أبعث من أجل ذلك، فلا تضيعوا وقتي فيما لا طائل، فإنما جئت لأعلمكم كيف تصلون إلى مولاكم. فلا بد أن نعرف هذا النبي ونتأدب معه ولا نسأله في أمور نستطيع أن نحصل عليها بالتجربة والخطأ. أما الشرع الشريف والوحي لا نستطيع أن نحصل عليه بالتجربة والخطأ، لا سبيل لنا إليه إلا أن يخبرنا النبي يوحى إليه. إنما أمور الدنيا الأمراض والعلاجات والأدوية وغير ذلك وتحسين المعايش أسلوب المعايش والحاجات دي كلها، دي تأتي بالتجربة والخطأ والخبرات المتراكمة جيلا عن جيل فيمكن تكتسب. أما النبوة والوحي لا يكتسبان، فالنبي جاء بشيء لا يكتسب من الله، فاستفد بما جاء به ولا تضيع وقته فيما لا طائل، فهم؟ فلا بد أن نفهم مثل هذا المعنى، لأن بعض الناس في حديث تأبير النخل قال النبي لا يعلم أمور الدنيا، هذا لا يليق. النبي أراد أن يعلمه كيف يستفيد بنبيهم ولا يضيع وقته فيما يستطيعون هم تحصيل فائدته من طريق آخر وتغيير التجربة والخطأ، فهمت؟ فدي نقطة مهمة. إنما النبي كان أزكى الخلق وأعلم الخلق، كيف يغيب عليه أمر بدهي
لا يغيب عن أجهل إنسان في جزيرة العرب. فهمت بقى المسألة؟ لكن النبي أراد أن يعلمهم وأن يرفع همتهم للاجتهاد في دنياهم وتحسين وسائل معايشهم صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث معلما ولم يبعث معنتا صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمور المعاشية تفاصيل الحياة دي تتركها أنت للتجربة والخطأ. أكل إيه النهاردة وأطبخ إزاي وأزرع إمتى وأزرع ده إمتى ورع ده، دي أمور دي تجربة وخطأ، دي مش محتاجة وحي ولا نبي. فهمت؟ إنما أنت محتاج النبي في إيه؟ إنك تعرف الوحي، تعرف كيف تتعامل مع الله وكيف تتعامل مع الخلق وكيف تتعامل مع النفس. هذه هي وظيفة الأنبياء. فهمت المسألة؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 75 بعد 206,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ. وهذا حديث قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا، يعني إلا بإذن الله، لأن هذا تعليم من الحقائق، من أمور الحقائق. يعني الأسباب لا تغني عن قدر الله شيئا، الأسباب تعبدية وقدر الله نافذ، السبب لا يغير قدر الله. فهم؟ فهو يكلمهم من باب الحقيقة، وهو الباب الذي يغترف منه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يتكلم من باب الأسباب. فهذا يتكلم من بحر وهذا يتكلم من بحر، ولا تناقض في الايه في البحران، بحر للتعبد وبحر للتحقق. التعبد أن أخذ بالأسباب، والتحقق أن أعلم أن الله فاعل في السبب، وأن السبب ليس ضروريا في النتيجة، بل يمكن أن يخلق الله، فإنه خلقنا من عدم أصلا سبحانه وتعالى. فهذه المسألة لابد أن نعلمها، كيف كان يعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فالنبي كما جاء ببحر الشريعة وهي بحر الأسباب، جاء ببحر الحقيقة وهي البحار التي تدلك على أنه لا فاعل إلا الله، ولا موجود بحق إلا الله، وأنه قاهر فوق عباده، وأنه هو الغني المغني، وأنه هو الخالق بسبب وبغير سبب سبحانه وتعالى. وجاء أيضا ببحر العلم وببحور كثيرة سبحانه وتعالى، خلق بحور كثيرة، بحر الملك وبحر الملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وبحر النفوس وبحر المعارف. والنبي جاء بهذا كله أشار إلى هذه البحور صلى الله عليه وسلم. وكل بحر له أدواته التي تخوض فيها، كل بحر له الأدوات التي تخوض بها هذا البحر، فلا تختلط عليك المعارف. قال فأخبروا بذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوا التأديب؟ ما قال لهم، هم فهموا النبي غلط. يبقى الصحابة هم فهموا النبي غلط، بيقول لهم ايه ده بيعملوا ايه دول؟ قال لهم بيقبروا النخل بيلقحوه عشان يثمر. قال لهم ما اظن ان ذلك ضروري عند الله، ولكن ده تعبد. معنى كلام النبي كده، يعني ضروري من قبل الله، ده بس ضروري من قبل العبد. فهم فهموا كلام النبي غلط، فهموا كلام النبي ان العبد ما يقبرش، العبد يحتاج ان يؤبر والنخل تحتاج ان تؤبر، اما الله فلا يحتاج ذلك. النبي يتكلم من جهة الله، وهم ظنوا انه يتكلم من جهة العبودية. فهمت بقى؟ فلما اخبروا بعضهم بعض فهموا كلام النبي خطأ، فطبقوه خطأ، فراحوا لايه؟ فراحوا قالوا خلاص ده مش مهم نقبر بقى، ما هو النبي بيقول لا يغني إيه عن الله ولا عنكم. شوف كلام النبي بيتكلم عن الله مش عنكم. فهمت بقى ازاي؟ لابد اننا ندقق في كلام النبوة، حتى كلام النبوة كان يغيب على بعض الصحابة. فهمت بقى ازاي؟ فالنبي بيقول ايه؟ ما اظن يغني ذلك شيئا، يعني عن الله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي بيتكلم من جهة الله، هم ظنوا انه يتكلم من جهة ايه؟ البشر العبيد، فقال خلاص مش هنقبر النخل. فهمت بقى ازاي؟ فاخبروا بذلك فتركوه، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك،
فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا. طب يجربوا، يبقى النبي تركهم للتجربة. قالوا طب احنا بقى مش هنقبر السنة دي يا رسول الله. قال لهم والله إذا كنتم انتم شايفين بالتجربة والخطأ إن ده ينفع وفروا هذه الخطوة، يبقى النبي دلهم على التجربة. فهمت بقى إزاي؟ لأن الحياة تحتاج التجارب، أما الشرع فلا يأتي بالتجارب. فهمت بقى المسألة؟ فدلهم النبي على التجربة. فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، لكن أنا قلت كلاما يظن منه على خلاف ما فهمتم. فهمت إزاي؟ كلام له وجه حقيقي من جهة الربوبية، وله وجه خطأ من جهة العبودية. فهمت إزاي؟ فالنبي لم يخطئ، الذين أخطأوا هم الذين فهموا كلام النبي على ظن خطأ. فهمت بقى المسألة؟ فإني إنما ظننت ظنا أن تفهموني، يعني إني ظننت أن تفهموا من أي بحر أتكلم، أنا أتكلم من بحر الربوبية لا من بحر العبودية، فلا تؤاخذوني بالظن لأني لا أقصد أن أخلط عليكم الأمور، فلا تؤاخذوني بالظن لأني لم أقصد أن أخلط عليكم الأمور، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، لأن لا سبيل لكم أن تعلموا عن الله شيئا إلا بالوحي، وهذه وظيفتي. فهم؟ ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. أما أمور دنياكم فالتجربة والخطأ. فهمت إزاي؟ والتجارب والأخطاء تؤدي إلى إيه؟ إلى تراكم الخبرات وإلى تحسين وسائل المعايش. فالنبي دلهم على التجربة والخطأ، ومن خلالها تتراكم الخبرات وتتحسن وسائل المعايش وإيه؟ وتقوم حضارات الأمم. فهمت بقى المسألة؟ لابد أن نفهم هذا الحديث، لأن هذا الحديث قيل فيه كلام لا يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن النبي لا يعلم أمور الدنيا. إزاي النبي لا يعلم أمور الدنيا؟ النبي أعلم الخلق بالدنيا وبالآخرة وبالله، أعلم الخلق. هو النبي قال أنا أعلمكم بالله، وإذا كان أعلمنا بالله يبقى أعلمنا بمراد الله، والدنيا من مراد الله، فكيف تغيب عنه؟ فهمت بقى المسألة؟ فلا بد أن نفهم هذا الحديث بهذا التوقيف، فافهموا بهذه الطريقة تجدوا أنه صحيح المعنى من جميع الوجوه، وأن النبوة مقامها عالي لا يخدشها شيء صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس ثلاثة ليق يقول لك إذا كان النبي جاهلة، شوف يقول جاهلة، شوف ينسب الجهل للنبي، شوف قلة الأدب في التعبير. سمعت الناس قالوا كده، النبي جاهلة أن التأبير ضروري للنخل، فقال أبروا أو لا تؤبروا، ثم بعد ذلك تراجع عن هذا الرأي. شوف بقى طريقة التفسير دي، وشوف طريقة تفسير ما فسرنا، عشان تفهم الفرق الكبير بين من فسر مع توقير النبي وتعظيمه ومعرفة وظيفته، وبين من تجرأ على الشرع الشريف وتكلم بغير علم. فعليك أن تفهم كلام النبوة بكلام يليق بجلال النبوة. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وأحمد بن جعفر المعقري، قالوا حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخلة، يقولون يلقحون النخلة، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، يعني قال لهم طب ما تجربوا كده، طوروا حياتكم، انتوا تورثتوا كده ان ابائكم على طول بيقبروا النخل، طب ما تجربوا مره ما تقبروش كده. يبقى بيدفعهم النبي للتجربه والخطا، مش بيامرهم بالتجربه والخطا، ده بيدفعهم اليها على سبيل تطوير حياتهم. فهم؟ وعلى شكل الزراعه نفسها بتتطور، اساليب الزراعه من سنه الى سنه ومن عام الى عام ومن مدينه الى مدينه ومن عصر الى عصر وهكذا. فالنبي اراد ان يطوروا حياتهم، مش يقدروا يزرعوا بنفس الطريقة اللي تورثوها عن أبائهم منذ مئات السنين. يبقى النبي أراد أن يخلق فيهم إيه؟ البحث والتجربة والخطأ. ولا بأس أن أنا أجرب وأخطئ ثم بعد ذلك أتجنب خطأي فأستفيد بعد ذلك طريقة أخرى. أدي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا كنا نصنعه، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، يعني كان خيرا لكم أن تجربوا. إذا كان خيرا أن تجربوا فتستفيدوا، فالإنسان يستفيد من خطئه أكثر مما يستفيد من صوابه. واضح؟ فتركوه فنقصت أسقطت ثمره، لأن النخل فيه ذكر وأنثى، فلو لم يعني يذكر الأنثى بالطلح طلح الذكر تقوم تعمل شيس. شيس يعني ايه؟ يعني يطلع ثمر كده جاف لا طعم له، مر. فهمت بقى؟ فادي معنى نقصت او ايه نفض. قال فذكروا ذلك له فقال انما انا بشر، انما امرتكم بشيء من دينكم، اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، واذا امرتكم بشيء من رأي فانما انا بشر. انا بشر اريد ان اقول لكم ان البشر في امور دنياهم يجربوا، اما في امور وحيهم يسمعوا كلام نبيهم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي كان يريد ان يعلمهم التجربه والخطا، لانهم ظلوا يمارسون الزراعه بطريقه ثابته لا تتغير منذ مئات السنين، فاراد ان يعني يثير فيهم البحث العلمي باللغه المعاصره بقى، يثير فيهم طريقه البحث العلمي. نجرب لو ما عملناش مرة دي كذا، طب ولو عملنا بالطريقة الفلانية، طب ولو عملنا في الوقت الفلاني يمكن يثمر أحسن، طب ولو عملنا النوع الفلاني مع النوع الفلاني يديني ثمر غير الثمر لو عملت النوع الفلاني بالنوع العلاجي. هذه تجارب لا نهاية لها. فالنبي قال أنتم عندكم أمور دنياكم، أنا نبي، إذا أمرتكم بالنبوة فاسمعوا كلامي، أما إذا أمرتكم بالدنيا فأنا أمركم في الدنيا أن تجربوا فتخطئوا احيانا وتصيبوا احيانا وتطوروا حياتكم. فهمت المساله؟ واذا امرتكم بشيء من راي فانما انا بشر، قال عكرمه او نحو هذا، قال المعقري فنفضت ولم يشك. ثم الصوفية بقى لهم معنى اخر، معنى اخر في الحديث ده، يعني في تفسير صوفي لهذا الحديث. يبقى التفسير اللي فات ده تفسير ايه؟ الفقيه، واحد فقيه يريد ان يفهم الحديث بالفقه، لكن انظر بقى كيف تفهم الحديث بالحقائق. تفسير صوفي تاني بنفس الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نعلم جميعا في قصة اسلام سلمان الفارسي. قصة اسلام سلمان الفارسي معروفة، وانه كان عبد عند يهودي، فلما اسلم وعلم العلامات الموجودة في النبي الموصوفة في التوراة والإنجيل، لأنه كان عالما بالتوراة والإنجيل، وأنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم، وأن بين كتفيه الخاتم ورآه، فأسلم، ولكن أراد أن يتحرر من الرق، فإن سيده اليهودي كان يكثر عليه من العمل وهو كان كبير في السن، فأراد أن يتحرر، فأراد أن يشتري نفسه من اليهودي بعقد اسمه عقد مكتب عشان يحرر نفسه فيتفرغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهودي أثقل عليه، ومن ضمن الشروط التي أثقل عليه أن يزرع له 300 نخلة 300 نخلة ويخدم فيها حتى تثمر، فإذا أثمرت يبقى تحرر. عشان النخلة تثمر عايزة زراعة ورعاية لمدة 7 سنوات عشان النخلة تثمر. شفت اليهودي بقى صعب. فجاء سيدنا سلمان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي له القصة، فسيدنا رسول الله ما كان منه إلا أن قال له يا سلمان أحضر الفسائل. الفسائل الفسيلة اللي هي إيه؟ اللي هي اللينة، اللي هي النخلة الصغيرة اللي هي بتزرعها في الأرض عشان تكبر تبقى نخلة كبيرة. قال له أحضر الفسائل وأخبرني. فأحضر الفسائل وحطها على إيه؟ في الحقل هناك، وراح للرسول الله قال له يا رسول الله كل حاجة تمام تعال. فذهب النبي معه، وكان معه سيدنا عمر بن الخطاب. فالنبي زرع هذه الفسائل بيده الشريفة واحدة واحدة، وتبقى الثلاثة زرعهم سيدنا عمر. العام اللي بعده أثمرت ما زرعه النبي، أثمر بلا تأبير وبلا رعاية، حاجة كده معجزة. فهمت ازاي؟ بلا تأبير وبلا رعاية في سنة واحدة. فجاء سيدنا سلمان قال لرسول الله يا رسول الله أثمرت من عامها إلا ما وضعه عمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له آتيك غدا. فذهب سيدنا رسول الله
وخلع النخلات اللي زرعها عمر بيدي وحطها تاني فاثمرت من العام اللي بعده. طبعا هذا الامر شاع في المدينه، هذا الامر ايه شاع في المدينه، رسول الله زرع النخل والنخل اثمر ولا تأبير ولا غيره، احنا بنضيع وقتنا. فهمت بقى ازاي؟ طب ايه رايكم بقى نبطل تأبير؟ فلما راحوا عرضوا على النبي هذا الامر. فهمت ازاي؟ النبي من اهل التجريد، يعمل بالله وهم يعملون بالاسباب، فرق بين من يعمل بالله ومن يعمل بالاسباب، فرق كبير. فهم ارادوا ان يتركوا ما اقامهم الله فيه تشوفا الى اقامه الله لنبيه. فهمت بقى ازاي؟ وده نوع من ايه؟ من الشهوه الخفيه، شهوة خفية في نفوسهم. فأراد الله أن يعلمهم أنهم لو كانوا على قلب نبيهم محتاجوا للتأبير، ولكن لما كانوا ليس على قلب نبيهم محتاجوا للأسباب، فكل يلزم مقامه وغرزه. فهمت بقى المسألة؟ فعلشان كده لما تركوا التأبير قال طب ما نعمل زي ما النبي عمل في زرع سلمان، إيه المشكلة يعني؟ فهمت؟ يبقى لما وصلهم هذا الخبر قالوا آه فعلا أبرنا ولا ما أبرناش؟ أنت مش فاكر لما النبي زرع سلمان لسلمان ولا أبر ولا حاجة والنخل جاب؟ طب ما يلا ما نأبرش. فهمت إزاي؟ فإيه؟ فأرادوا أن يخوضوا هذه التجربة. فلما أرادوا أن يخوضوا هذه التجربة أراد الله أن يردهم إلى الأسباب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين له أن هناك العباد نوعان، عباد يتعاملون مع الله بلا سبب وهو منهم صلى الله عليه وسلم، وعباد يتعاملون الله بالأسباب وهم منهم. فلا يشتهي من أقامه الله في الأسباب أن يعامل الله بغير سبب، وإن هذا شهوة خفية لا تليق. وكذلك من أقامه الله معه في مقام عالي ونسميه نحن أهل التجريد، فعليه ألا ينزل للسبب، وإلا يكون قد انحط من إيه؟ من المقام العالي. فهمت ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم الناس في هذا الحديث ان الناس نوعان، نوع يحتاج للاسباب وهم اهل الاسباب، عليهم الا يتركوها تعبدا والا يعتمدوا عليها قلبا فان الله فاعل فيها، ونوع اخر من الناس يتعاملون مع الله مباشره بلا سبب. فهمت بقى ازاي؟ وهذا النوع قليل من الناس، منهم الانبياء ومنهم بعض الاولياء. فهمت؟ فان كنت من أهل التجريد يعني أقامك الله لتتعامل معه مباشرة فلا تنظر للأسباب ولا تضيع وقتك فيها، لأن هذا نزول عن الهمة العالية. وإن كنت من أهل الأسباب وأقامك الله فيها فلا تطمح أن تكون من أهل التجريد، لأن هذا من الشهوة الخفية، فإياك إياك أن تكون من أهل الشهوة الخفية. ففهم الصوفية فهموا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس أنواع الناس في التعامل مع الله، فهناك من يتعامل مع الله مباشرة وهناك من يتعامل مع الله من خلال السبب، نوعان. ولذا قال أحمد بن عطاء الله السكندري في الحكم: إقامتك إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجريد نزول عن الهمة العلية. هكذا قال في الحكم، وكأنه يوضح هذا الحديث. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الصحابة عن الأسباب لأنهم كانوا من أهل التجريد؟ نعم، معلوم أن سيدنا أبي هريرة كان فقيرا ولا يملك بيتا ولا مالا ينفق على نفسه، ولم يكن له حتى زوجة، وكان يعيش مع أهل الصفة، يبيت في مسجد النبي مع أهل الصفة، لا مأوى له ولا طعام له ولا مال له، فكانوا يأكلون النبي يطعمهم إذا طعم ويجوع مع النبي إذا جاع، أهل الصفة كده. أبو هريرة كان منهم، كويس؟ يبقى ليس في يده أسباب أهو. فأراد أبو هريرة مرة أنه يخرج يشتغل زارع، يزرع في المدينة بالأجر، فالنبي التقى به في الطريق، والحديث في الصحيح، قال له: أين تذهب يا أبا هريرة؟ قال: هذه فسائل أزرعها لأهل المدينة بالأجر يا رسول الله. يبقى ده كان ربنا مجرده
فعايز ينزل للسبب. فهمت ازاي؟ ابو رايك ربنا مجرده يعني مفرغه ان ياخذ من النبي مباشره ولا ينشغل عنه. فاراد ان ينشغل عن النبي بزرع بالزراعه وبالاسباب، فالنبي قال له ايه؟ قال له يا ابا هريره الا ادلك على خير من ذلك؟ قال له خير من ذلك لك، مش مطلقا، خد بالك، على خير من ذلك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غراس الجنه. فرده الى الذكر وامره بترك السبب. لماذا؟ لانه من اهل التجريد. طب نيجي ننظر النبي صلى الله عليه وسلم ايه وقال لنا في الحديث بقى عموما، لان اغلب الناس من اهل الاسباب. قال اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. يبقى حديث فليغرسها موجه لاهل الاسباب، وحديث الا ادلك على خير من ذلك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله غراس الجنه موجه لاهل التجريد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقول ان تأبير النخل هذا لأهل الأسباب، وترك التأبير هذا لأهل التجريد، وقد تركته في سلمان في زراعة سلمان وقد أثمر وأينع، فأين أنتم مني؟ فهمت بقى المعنى؟ فهذا الحديث ممكن أن يفهم بهذه الطريقة أيضا. يبقى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحار، ممكن تفهمها بطرق كثيرة، ولكن أي طريقة لابد أن تكون مراعية لمقام النبوة، فلا تتجرع على مقام النبوة ولا تصف النبي بما لا يليق. أنا أطلت في هذا الموضوع لأنه عامل شوشرة، حديث تأبير النخل ده عامل شوشرة في أذان ناس كثيرين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر، قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح، لو لم تفعلوا وكنتم من أهل التجريد لصلح. فهمت بقى؟ لو لم تفعلوا وكنتم من اهل حق التوكل لصالح، ولكن اما انكم ليسوا من اهل التجريد ولكن من اهل الاسباب فافعلوا الاسباب وخذوا بها. فهمت بقى؟ فقال لو لم تفعلوا لصالح. قال فخرج شيصا، شيص يعني ايه؟ يعني جاف، جاف مر. فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم لأنكم من أهل الأسباب. فهم؟ أنتم أعلم بأمر دنياكم لأنكم من أهل الأسباب. فردهم إلى إيه؟ إلى الأسباب، لأنهم أرادوا أن يتركوا الأسباب ويتفرغوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمال التفريغ ويصيروا من أهل التجريد. فالنبي رد أهل الأسباب للأسباب وأهل التجريد للتجريد، وهكذا كان ينصح كل بما ينفعه صلى الله عليه وسلم. باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني لأتين على أحدكم يوم. أنا بيتهيألي أن الكلام ده موجه للصحابة في عصر النبي، ده رأينا الخاص بي أنا فقير إلى الله، واخد بالك، ولكن ربما يكون له معنى أنه موجه لكل الأمة في كل عصر، تحتمل، لكن أنا هشرح لك على الوجهين، هشرح لك الحديث على الوجهين، لكن أنا أعتقد أن هذا موجه للصحابة في عصر النبي، حيث أن كان بعضهم ينشغل عن مجلس النبي بالسبق في الأسواق وبالزراعة أو بالسفر أو بقضاء بعض الأوقات عند زيارة الأصدقاء أو شيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، ده أنت يوم القيامة لما تيجي تموت وتدخل الجنة وتشوف قد إيه فاتك من الخير في المجالس التي فاتتك أن تراني فيها لندمت ندم شديد. فهمت؟ زي كأنه يحثهم على أنهم لا يغيبوا عن مجالسه حتى ينقلوا هذا الوحي الشريف. فبيقول إيه؟
لا يأتين على أحدكم يوم، يعني يوم، ولا يراني ثم لأن يراني أحب إلي من أهله وماله معهم. لأنه بعد وفاة النبي كان الصحابة تتمنى أين مجالس النبي، متى كنا نراه، كيف كنا نصلي خلفه، وكانوا يبكون شوقا لفواتهم هذه المجالس. فجاء هذا اليوم عليهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم ودخوله قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا اليوم، ومنذ وفاة النبي إلى يوم القيامة الأمة كلها مشتاقة لأن ترى النبي ولو في المنام. شوف، ولو في المنام بس، فما بالهم كانوا يتركون أحيانا رؤيته في اليقظة. فهمت بقى؟ والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخر. باب فضائل عيسى عليه السلام. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم. أولى الناس بابن مريم ليه؟ لأن ليس بينه وبينه نبي، يعني كأنهم إخوات وراء بعض على طول. فأنا أولى الناس بابن مريم، يعني إيه؟ يعني أول من يأتي بعد ابن مريم ظهورا. فهمت إزاي؟ فأنا أحق به لقرب العهد به، حيث أنه لا يفصل بيني وبينه نبي. أنا أولى الناس بابن مريم، والناس هنا يقصد بها الأنبياء. يبقى الناس هنا لفظ عام يراد به المعنى الخاص. أنا أولى الناس أي أنا أولى الأنبياء بابن مريم. فهم؟ فالنبي ما يتكلم على الناس ويحط نفسه فيهم ويحط ابن مريم، يبقى يتكلم على الأنبياء. فالخطاب هنا ليس عاما لكل الناس. أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد وعلات، وليس بيني وبينه نبي. يبقى دي علة إيه؟ إنه أولى الناس، ليس بيني وبينه إيه؟ نبي. والأنبياء أخوة إيه؟ أولاد وعلات، يعني إخوة لأب. الأمهات شتى والأب واحد. الإخوة اللي أب يسموهم إخوة علات، والإخوة الأشقاء اللي هم من أب وأم يسموهم إيه؟ إخوة أعيان. والإخوة لأم يسموهم إيه؟ إخوة أخياف. يبقى عندنا ثلاث أنواع من الإخوة. إخوة لأب يسموه إخوة أعيان، إخوة علات. الإخوة لأب والأمهات شتى إخوة علات. والإخوة الأشقاء اللي هم من أب وأم يسموهم إخوة أعيان. والإخوة لأم والأباء شتى يسموهم إخوة أخياف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأنبياء إخوة علات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. أمهاتهم يعني شرائعهم، فشبه الشرائع بالأم، فتتعدد الشرائع بتعدد الأنبياء. واضح؟ لكن الدين واحد وهو الأب، فشبه الدين بالأب. الدين عند الله الإسلام، لكن تتعدد الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء وأبناء وعلات، وليس بيني وبين عيسى نبي. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد. أمهاتهم بمعنى شرائعهم، ودينهم واحد معنى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فليس بيننا نبي.
وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ودي ما يبدو إيه خصوصية لطيفة لسيدنا عيسى ابن مريم وأمه سيدنا مريم، أن الشيطان لم ينخسهم عند الولادة. هل هذا خاص بهم أم بسائر الأنبياء أيضا؟ والنبي أراد أن ينوه ذلك، وأن سيدنا مريم دخلت في هذا أيضا بالرغم أنها صديقة وليست نبية. ربما يكون أنه هذا خاص بجميع الأنبياء، وأن النبي نبه على ذلك في عيسى بن مريم، وهذا ما ذهب إليه القاضي عياض ومن وافقه. وهناك بعض العلماء قال هذا خاص بعيسى بن مريم وأمه دون سائر الخلق، وهذا لبيان نوع خصوصية، وأن التخصيص لا يدل على التفضيل مطلقا. فما ينفعش نقول بقى طب ما كده يبقى أفضل من سيدنا رسول الله. التخصيص لا يدل على التفضيل المطلق، لأنه ربما يخص الله بشيء ويخص آخر بأشياء، فيكون الآخر الذي خص بأشياء أكثر من هذا الذي خص بشيء واحد. فهمت المسألة؟ ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، وقال يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان وإياه، وفي حديث من مسة الشيطان إياه، وفي حديث شعيب من مس الشيطان. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا يونس سليما مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، يعني كأن الشيطان نغزه فبكى، والشيطان يريد أن يضره وبكاءه ينفع، لأن بكاء الصبي أول ما ينزل من بطن أمه يحول النفس إلى الرئتين فينفخ الرئتين فتصح حياته وتقوى. فأراد أن يضره الشيطان إلا أن الله جعل من ضر الشيطان نفع. فهمت بقى المسألة؟ وكان كيد الشيطان ضعيف، هو يريد أن يكيد، فربنا يخلق من كيده قوة لابن آدم. عشان كده الطفل اللي يتولد من بطن امه ما يصرخش، الدكاتره تقلق عليه قوي، يقول لك ده نفسه في حاجه ده ولا ايه، ده مشكله، ويدخلوا الحضانه ويحطوا له مش عارف ايه وينفخوا له وشغلانه ويشفطوا له ويضربوه على ظهره، كل ده عشان ايه؟ يصرخ. يبقى دي الصرخه وان كانت من نزغ الشيطان من نخسه الشيطان الا انها جعل الله فيها نفع لابن ادم كيدا للشيطان. فهم؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. من باب حسن الظن بالناس، سيدنا عيسى كان من أحسن الناس ظنا بالناس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شاف واحد بيسرق يقول له بتسرق؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. قال خلاص آمنت بالله وكذبت نفسي، ربما بيأخذ حقه، ربما بيستخلص حقه، ربما كان مظلوما وهذا المال كان مغصوبا منه فأراد أن يأخذه، ربما 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 في مئات الاحتمالات. فلا تسيء الظن بالناس. فهمت ازاي؟ كل دي بيعلمك حسن الظن بالناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا حسن الظن بالناس في زمن كان سوء الظن بالناس هو القاعدة المطلقة والعياذ بالله.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ظننا بالناس. ونقف على باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.